وصدقني كل الفيديوهات، لو انت شفت كل الفيديوهات اللي تلاقيها على اليوتيوب او اي فيديو تاني يقول لك اهم مكمل غذائي في المكملات كلها هو الكرياتين. الكرياتين وبعد كده تبتدي تشوف بعد كده تاني، لكن افضل واهم مكمل تقدر تاخده هو الكرياتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سير شاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. لو انت واحد عايز خلاص قررت ان انت رايح الجيم وعايز تبتدي بقى تروح الجيم وتلتزم، او لو انت واحد بتروح الجيم ونفسك تخش في عالم المكملات الغذائيه، فالفيديو ده ان شاء الله هيفيدك، وان شاء الله هتستفيد منه. قبل ما اروح الفيديو بس اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان انا مش بتكلم عن المكملات الغذائيه بس، انا بتكلم عن الاكسل، بتكلم عن الساعات، بتكلم عن كذا حاجه انت ممكن فعلا تستفيد منها. فاتمنى انك ما تبخلش عليا باللايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا انا هستفيد وحضرتك هتستفيد باذن الله. نبتدي كده في الكرياتين. مكمل الكرياتين ده من اول المكملات وافضل المكملات واكتر المكملات اللي اتعمل عليها ابحاث علميه على مدار سنين، لدرجه ان الابحاث العلميه لا ده عدوا ليفل الادفانسد بقى، ان هم وصلوا ان هم عملوا على مجموعه من الناس لمده 4 سنين بياخدوا كرياتين. اغلبيه الابحاث العلميه اخرها خالص بتبقى 6 شهور. تخيل ده قعد 4 سنين، 4 سنين ناس بتاخد كرياتين وعلى مدار يومي و5 جرام يوميا وما حصلهمش حاجه. اكتر كرياتين، اكتر مكمل امن انك ممكن تستخدمه وانت مطمن تماما، مادام بتلتزم بالجرعه المطلوبه منك او الجرعه المحققه اللي هي ال5 جرام اللي هو السكوب بتاعها في اليوم فقط. ثانيا، الكرياتين بيحبس الميه جوه العضله. دلوقتي لما انت بتلعب حديد والعضله بتبتدي تكبر، انت جسمك عموما كله على بعضه عباره عن 70-75% ميه، فالعضله بتبقى 70% منها ميه، فطبعا هو بيشد الميه من الجسم ويحبسه جوه العضلات، فبيخلي شكلك افضل وبيخلي ادائك افضل. ثالثا، الكرياتين بيحسن ادائك في التمرين. انا بص، انا مش عايز اوصل لك المعلومه ككيميكال، لان انا بصراحه انا سمعتها مره قبل كده ومش حابب ان انا اتكلم فيها، وكمان مش فاكر الكيميكال قوي بالظبط، بس هي الفكره كلها ان هو بيقلل عندك الاحساس بالوجع وبيخليك بيديك نشاط اكبر بحيث انت تشيل اوزان اكتر. صدقني الكرياتين بمجرد ما انت هتاخده لمده حوالي 15 يوم، انت كل يوم بتاخده وبتبتدي تروح الجيم، بعد 15 يوم ل 20 يوم اقصاها شهر، انت حرفيا هتتحول لوحش بيشيل اوزان. انت مش متخيل حجم الاوزان اللي انت هتكون بتشيلها. تخيل كده انت واحد عادي خالص، انت بتروح الجيم وبتشيل اوزان وليكن 10 كيلو ولا حاجه، وبتبتدي تشيل، وبعد كده تبتدي تخش كرياتين في السايكل بتاعتك، وان انت تاخده عادي خالص 5 جرام يوميا اللي هو السكوب اليومي بتاعه. بعد حوالي اسبوعين او شهر بالكتير قوي هتبتدي تشيل اوزان عجيبه، هتبتدي تشيل اوزان قويه جدا، وهتبتدي ان انت تبقى وحش حرفي. كمان لما طبعا بيديك قوه في التمرين، فطبعا بيزود الحجم العضلي وبيزود كمان الاستشفاء السريع، بيعمل لك ريكفري بسرعه. الكرياتين بيحسن ادائك في الدماغ، الكرياتين بيخلي تركيزك عالي. الكرياتين من ارخص المكملات انك ممكن تشتريها تقريبا ب 250 او 300 جنيه، وهتاخد كميه كبيره جدا انك تقدر تستخدمها على مدار شهور. يعني انا عن نفسي انا جبت كرياتين بحوالي 300 جنيه احنا في سنه 2021، وقعد معايا حوالي 3 شهور لان الكرياتين كان نص كيلو. الكرياتين ما بيسببش صلع، الكرياتين لو انت عندك قبول للصلع فالكرياتين بيسرع الحته دي شويه، لكن مش بيسبب الصلع. وكمان هي في بس دراسه واحده اتعملت سنه 2010 بتقول لك ان الكرياتين بيسرع بس الصلع، لكن مش بيعمل لك صلع. وبالتالي لو اتعمل صلع كان كل الناس اللي في البادي بيلدرز او الناس اللي بتلعب كمال اجسام كان جالهم صلع. ده بالعكس، ده في ناس شعورهم زي الشعور الهنديه يعني. استخدم الكرياتين استخدامه ايه؟ استخدم الكرياتين امتى ويعني في وقت قد ايه؟ انا حرفيا بستخدمه الصبح اول ما بصحى من النوم بشربه، لان الكرياتين مش عامل زي البري ورك اوت، زي اللي هو بتاخده قبل التمرين بنص ساعه ولا حاجه فبيديك طاقه وتجري. لا، الكرياتين الطاقه او اللي هو المفعول بتاعه بيمتد لمده شهر عقبال ما تبتدي تلاحظ النتائج بتاعه. فمش هتفرق اذا كنت دخلته بعد الفطار، قبل الفطار، الصبح، بالليل، مش هتفرق يعني. هو كده مش هتفرق، مش اول ما تاخده مثلا قبل مثلا التمرين بنص ساعه تحس بفرق وهتبتدي تروح تدوس في التمرين، لا خالص. مفعول الكرياتين ده هيبتدي يدوس معاك بعد حوالي اسبوعين او 10 ايام، من 10 ايام لشهر عقبال ما تبتدي تلاقي النتيجه بتاعته. الكرياتين ده حمض اميني، انت كده جسمك اساسا بينتج الكرياتين ده، بس طبعا الكرياتين مش بيبقى بنفس الكميه اللي انت محتاجها من السكوب بره، لان الكرياتين بيبقى فيه كيلو لحمه حمراء. تخيل كيلو لحمه حمراء بيحتوي على 5 جرام كرياتين اللي هو السكوب الصغير جدا، فطبعا انت مش هينفع تاكل كيلو لحمه حمراء كل يوم. ده كيلو لحمه حمراء طبعا بعد ما انت تسويها وكل حاجه، فبتفقد ال 5 جرام الكرياتين اللي فيها. وكمان لو انت اكلت كيلو كل يوم فيبتدي يجي لك النقرس، فدي تبقى مشكله، فانت بتاخد كرياتين وبتجي لك نقرس. فمن الافضل ان انت تاخده على السكوب.
الفرق ما بين المكملات، الفرق ما بين الكرياتين، في كرياتين ليكويد، الليكويد ده اللي هو السائل، وفي كرياتين اللي هو اتش سي ال، وفي كرياتين اسمه ميكرونايزد، وفي كرياتين اسمه مونوهيدريت. الليكويد بيتحول من كرياتين لكرياتينين لما بتحول لليكويد، وكمان بيبقى غالي جدا. اتش سي ال برضو تقريبا اضعاف المونوهيدريت، اضعاف الكرياتين العادي، لان الاتش سي ال بيقول لك ان هو بيمتص شويه في الميه، هو حلاوته ان هو بيمتص في الميه، هو المايكرونايزد. لكن افضلهم واللي اتعمل عليه ابحاث كتيره جدا 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 هو المونوهيدريت. المونوهيدريت ده من ارخص انواع الكرياتين انك ممكن تلاقيه، وكمان من افضل انواع الكرياتين. انت حاجه خدتها اتعمل عليها ابحاث كتير وكمان امن. انا باخد الكرياتين يا جماعه بقالي حوالي سنه ونص، والدنيا كويسه جدا معايا، والدنيا اتحسنت كتير. بس كده، ده كل كلامي عن الكرياتين. اتمنى حضرتك لو استفدت من الفيديو تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، لان فعلا انا بقول لك على حاجات فعلا انا جربتها بنفسي. انا شخصيا الحاجات اللي انا بحكيها لك دي فعلا، انا قبل ما اعمل الفيديو صدقني اغلبيه 80% من فيديوهاتي بكون جربت الحاجه دي قبل ما اجي احكيها لك. فالكرياتين فعلا 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 مكمل امن، وصدقني اسمع الكلام اللي انا قلته ده، فعلا هتستفيد منه كتير. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.